طيب أهم أخبار الحلقة النهاردة في الحقيقة الخبر اللي جاي ده، ركز معايا فيه. ميرور البريطانية قالت إن الأهلي سيد أندية العالم، الأكثر 30 نادي نجاحاً في العالم طبقا لعدد البطولات. في الحقيقة صحيفة ميرور عملت تقرير كده استعرضت فيه أكثر الأندية اللي قدرت تجمع بطولات في العالم. احتل هذه القائمة اللي بتتكون من 30 نادي النادي الأهلي. طبعا زي ما هم يعني عبروا أو وصفوا النادي الأهلي في الخبر كده باسم نادي القرن في كرة القدم الأفريقية، واللي تأسس في عام 1907 وأصبح الفائز الدائم منذ اليوم الأول. ولفتت إلى أن الأهلي حصل على العديد من البطولات والألقاب، وصلت لحوالي 118 بطولة، أبرزها فاز النادي الأهلي ب 41 لقب طبعا الدوري، 36 كاس مصر، 10 سوبر محلي، و 8 بطولات دوري أبطال أفريقيا، و 6 سوبر أفريقي، وبطولة كأس الكونفدرالية. القائمة دي بقى ضمت مين؟ ضمت ناديين مصريين، الأهلي والزمالك. فأنا هقول لحضراتكم الترتيب من الآخر، يعني من رقم 30 كده. المركز رقم 30 إندبندنتي الأرجنتيني 43 بطولة، فنربخشة التركي 43 بطولة، ديبورتيفو ساباريسا الكوستاريكي 46 بطولة، ريفر بليت طبعا الأرجنتيني 48 بطولة، سيسكا صوفيا البلغاري 48 لقب، إيسي ميلان الإيطالي 48 لقب، جراس هوبرز زيورخ السويسري 49 بطولة، الزمالك المصري في المركز 23 ب 52 بطولة، المركز 22 كله كله التشيلي 54 بطولة، بوكا جونيورز الأرجنتيني 55 بطولة، أولمبيا أسونسيون الباراغواياني 57 بطولة، استيوا بوخارست الروماني 58، ليفربول الإنجليزي في المركز 18. بص بقى الأسماء الكبيرة فين. ليفربول الإنجليزي في المركز 18 59 لقب، اندرلخت البلجيكي في المركز 17 60 لقب، جلاتا سراي التركي المركز 16 61 بطولة، يوفنتوس الإيطالي طبعا 63 لقب في المركز 15، بايرن ميونخ الألماني 70 لقب في المركز 14، أياكس أمستردام الهولندي 70 بطولة، مانشستر يونايتد الإنجليزي 71 بطولة في المركز 12، الفيصلي الأردني 74 بطولة في المركز 11، بورتو البرتغالي في المركز 10 74 بطولة برضو، أولمبياكوس اليوناني 75 بطولة في المركز 9، بنفيكا البرتغالي في المركز 8 82 بطولة، ريال مدريد الإسباني بطل القرن في أوروبا 90 بطولة، برشلونة الإسباني 91 بطولة، منافسة ما بينهم قوية جدا الاثنين في الحقيقة، سيلتيك الاسكتلندي 105 بطولة، أتلتيك بنيارو الأوروغوياني 108 بطولة، ناسيونال الأوروغوياني 113 بطولة، رينجرز الاسكتلندي منافس النادي الأهلي 115 بطولة، والنادي الأهلي المصري 118 بطولة، بيحتل صدارة هذا الترتيب المكون من 30 نادي. النادي الأهلي هو في الصدارة، أكثر الأندية حظا للألقاب على مستوى العالم. لكن في المقابل بقى، موقع النادي الأهلي الرسمي علق على هذا التقرير وقال إن ميرور تبرز تصدر الأهلي قائمة أندية العالم الأكثر فوزا بالألقاب، واتكلموا في الألقاب اللي فاز بها النادي الأهلي بشكل عام، وقالوا إن ده شيء جيد طبعا، ده شيء يعني يدعو للفخر في الحقيقة. لكن الأهم اللي تم كتابته طبقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، جدير بالذكر أن صحفية ميرور جانبها الصواب في تقريرها بشأن بطولات النادي الأهلي، إن النادي الأهلي يعني أو إن هم ما حسبوش حوالي أكثر من 18 بطولة في تاريخ النادي الأهلي، يعني هو كده عدد الألقاب طبقا لتقرير ميرور 118، لسه في 18 كمان أو أكثر كمان من 18 ما تمش إدراجهم ضمن عدد البطولات الخاصة بالنادي الأهلي طبقا لهذا التقرير. والنادي الأهلي يمكن قال البطولات إيه هي؟ بطولات الأهلي بلغت 136 بطولة رسمية، ده طبقا للنادي الأهلي، وذلك لأن الجريدة تجاهلت 18 بطولة رسمية حققها الأهلي، منها 16 بطولة لدوري منطقة القاهرة. ممكن حد يقولك ما البطولات دي خلاص تم إلغائها، لا، لكن هي كانت معتمدة في هذا التوقيت يعني منذ إطلاقها قبل أن يتم إلغائها عام 1958، بالإضافة لبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم والتي أقامها اتحاد كرة القدم في العام 1990، بدأ من بطولة الدوري الممتاز لما كان تم إلغاء الدوري عشان كأس العالم 90،
كمان تم الغائها من اجل اتاحه المجال للمنتخب المصري للاستعداد. في عدد من البطولات يعني ما تمش ادراجهم ضمن هذا التقرير. يعني النادي الاهلي فارق عن اقرب منافسيه اللي هو رينجرز الاسكتلندي برصيد 115 بطوله، المفروض الاهلي 136، لكن خلينا ماشي مع التقرير ما فيش مشكله. 118 بطوله بالنسبه للنادي الاهلي، ودي حاجه مهمه ومميزه جدا. طيب الاهم